هنعمل مسقعه بالبشاميل مع صوص الطماطم بس بطريقه جديده شويه. هنعمل حشوه الفراخ، عندنا هنا بتنجان مقلي وفلفل مقلي وبطاطس مقليه كلهم حلقات زي ما انتم شايفين كده. خلاص بصوا، طبعا بنصفيها من الزيت كويس قوي عشان ما تبقاش فيها اي نزل، يعني بعد لما بنقليها بنعملها بس كده عشان اي زيوت تطلع عشان ما تبقاش تقيله واحنا جايين ناكلها. خلاص ده بالنسبه للمسقعه، حاجه المسقعه. عندنا طماطم مبشوره زي ما انتم شايفين هنا، عندنا جبنه تشيدر اصفر، عندنا كمان فراخ مفرومه او متقطعه شرايح صغننه قوي، عندنا بصل مفروم، عندنا خضره، عندنا جبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر، عندنا بشاميل، ودي حاجات البتنجان الجاهزه اهي انا مقطعاها عشان بس اوريها لكم بنقليه ازاي. بتنجان عادي متنضف ومتقطع شرايح، وبطاطس متقطعه ومتقطعه شرايح، وكمان فلفل. خلاص هحط الفلفل هنا كده، وهحط معاه البتنجان والبطاطس، واللي هيتقلي الاول طبعا الفلفل وبعديه البتنجان. البطاطس هي اللي بتاخد مده شويه عشان هسويها ثلاث ارباع سوا، بسويها ثلاث ارباع سوا عشان لسه لما بتدخل الفرن بتكمل سواها ماشي تبقى برده مقرمشه معانا. هنعمل ايه؟ هنعمل الفراخ. زيت، معلقه زيت، فراخ متقطع صغنن قوي ماشي، بصوا سخنه جدا فخليها هنا كده بقى وانا بشتغل فيها. معلقه زيت مع ملح وفلفل اسود وتوم، عقبال ما الزيت يهدى هحط ملح، هحط فلفل اسود، هحط توم ومعلقة زيت جوه الفراخ مع معلقة خل صغنن، خل، زيت معلقة صغيرة، وحطيت ملح وفلفل اسود. هحط دلوقتي معلقة من التوم المفروم واقلب كده كويس قوي ماشي، هحطها هنا كده بقى في هحط معاها على طول البصلاية المفرومة. عندي هنا بقى التوم ده، اجيب كده خمس فصوص مثلا، وعندي مكعب المرقه هحطه كده، ده اختياري، اللي مش عايز يحط ما يحطهوش. هبتدي افرم التوم اهو، اهرسه بس كده الاول، ده اللي هعمل بيه صوص الطماطم. تاني هعمل ايه؟ اتنين كمان لان هوريكم انا هعمل ايه. طيب سريعا بقى كده نحط، لا الطماطم، حط الطماطم الاول. خلاص هحط بقى رشة ملح وفلفل اسود واسيبها تتسبك. طيب هنا البشاميل انا هنا مجهزينه، انا بس هحطه وادوقه عشان اشوف هعمل يعني هكمله ازاي. هحطه كده عشان بس يبقى كريمي كده وسخن، لان طبعا هنا الدنيا ساقعه. اشوف البتنجان ده، الفلفل خلاص، بصوا الفلفل بقى شكله عامل ازاي، الفلفل اتقلى خلاص،
البتنجان بس هقلبه كده. بصوا ده فاضله تقلبتين ويبقى جاهز خلاص. نحط بقى هنا البشاميل وادوقه واشوف ناقصه ايه. ناقصه ملح فلفل، نحط له مكعب مرقه. لازم البشاميل يبقى متبل تتبيله حلوه عشان يطعم لي المسقعه. ناقص له بس حبه ملح بس، لكن هو مظبوط جدا. نقلب كده. بصوا بقى الطماطم دي هحط لها معلقه الخل مع الصلصه واسيبها تتسبك كويس. والصلصه دي اختياريه، لو عايزين تحطوا الطماطم اكتر مفيش مشكله. اهو هنجيب الفلفل بس الالوان واحطه هنا كده واقلب ماشي. واجيب البشاميل، بشاميل طبعا دقيق وزبده لحد ما يبقى لونه كده لون البيج، وبعدين بحط له لبن ومرقه. بعمله كده وبعمل ايه بقى؟ هعمل بتنجان، بطاطس، بتنجان، بصوا بطاطس ماشي. هعمل كده. بصوا بقى الصوص اهو، انا عملت البتنجان بالبطاطس اهو زي ما انتم شايفينه. بصوا اهو حاجه خفيفه قوي، الطماطم اللي بالثوم والخل خفيفه قوي. نقلب كده دي ونشوف البطاطس. هحط هنا جبنه كده خفيفه، واحط الفراخ. شايفين الفراخ عملناها ازاي؟ شوح الاول، تبلناها بالملح والفلفل ومعلقه الخل مع الزيت والثوم المهروس، حطيناها على النار يا دوبك وهي بتتشوح. حطينا عليها بصلايه ابيض مفرومه فرم ناعم، وبعد كده لما لونها اتغير حطيت عليها فلفل اخضر واصفر واحمر، ولو عايزين تحطوا برده فلفل سبايسي، وحطينا مكعب مرقه. خلاص اهو كده كده. نعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الجبنه الموتزاريلا والبتنجان اللي بالبطاطس والفلفل بقى المره دي. طيب نحط بقى البشاميل ده كده، مش عايزه كتير ماشي، يعني انا عايزاه بس يا دوبك كده. كده خلصنا وصفه المسقعه. عايزه اقول لكم هي مستويه وجاهزه، خلي بالكم هي مستويه وجاهزه. كل بس اللي هنعمله ان احنا بنحمر البشاميل بتاعنا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.